السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلوقتي احنا بننفذ جنايد او خرسانة مقذوفة. الجنايد ده بنستخدمه زي ما احنا شايفين كده في تجهيز حمامات السباحة، او بنستخدمها في معالجة جوانب السكند اويل عشان ننفذ عليها عزل او وتر بروف. اسمها خرسانة مقذوفة لانها عبارة عن خرسانة جافة بتختلط عند فواهة المسدس ده بالمية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. انا عندي فرق بين الجنايت والبنتونايت. الجنايت بستخدمه في تجهيز حمامات السباحة او جوانب السكند اويل زي ما قلنا بالشكل ده، لكن البنتونايت بنستخدمه اثناء تنفيذ البايلز او الخوازيق. يبقى في فرق بين الجنايت والبنتونايت. طبعا الجنايت اهم مكوناته الجي جي بي اس صار جراوند جرينيوليتد بلاست فيرنس اسلاك. الجي جي بي اس ماده صديقه للبيئه ومقاومه للتشققات، تعمل على تحسين ومتانه الخرسانه. عندي بنستخدمها بدل ماده الاس ار سي اللي هي داخل فيها الاسمنت المقاوم للكبريتات والاملاح. البنتونايت في مركباته بندخل فيه السيليكا، ودي طبعا ماده فيها وتر بروف او عزل عشان تزود العزل او الوتر بروف في حمام السباحه، وفيها كمان فايبر جلاس عشان يديها متانه وقوه. احنا بنقوم بتنفيذ الجنايد في حمام السباحه بعد الانتهاء من اعمال العزل، وبنعمل اختبار ميه لمده اسبوع، واحنا عملنا فيديو سابق شرحنا فيه ازاي بننفذ اعمال العزل في حمام السباحه. بعد كده بنقوم بتجهيز الحديد بالشكل اللي احنا شايفينه ده، الرسمه اللي هيكون عليها الشكل النهائي بتاع حمام السباحه، وبعد كده نبدا نملى الشكل ده بالجنايد. وطبعا بنفضل نظبط الجوانب بالشكل ده. بعد الانتهاء من اعمال الجنايد بنعمل عمليه محاره او بلاستر عشان نظبط الجوانب بتاع حمام السباحه عشان ننفذ العزل مره تانية. العزل بتاع حمام السباحه بنعمل عزل في المرحله الاولى، ودي شرحناها في فيديو وكان عباره عن اربع او ثلاث طبقات، وبعد كده بنعزل تاني بعد ما بنخلص الجنايد. وطبعا العزل بيختلف من مكان لمكان، في ممكن حسب المكان اللي احنا بنعتمد فيه العزل. انا عندي نوعين من انواع حمام السباحه، النوع اللي احنا منفذينه ده واللي عملنا عليه الوتر بروف قبل كده، ده اسمه وتر فلو. النوع الثاني اسمه سكامر. طبعا ده بيختلف على حسب طبيعه دوره الميه في حمام السباحه، وزي ما احنا شايفين كده بيبدا ينفذ الجنايد بالشكل ده اللي هي الخرسانه المكشوفه او الجنايد. قلنا ان في فرق بينها وبين البنتونايت. البنتونايت ده بنستخدمه اثناء تنفيذ عمليه الحفر تنفيذ البايلز او الخوازيق، يختلف تماما عن الجنايد. ان شاء الله هننفذ فيديو عن البنتونايت في البايلز، وعندنا مجموعه من الفيديوهات شرحنا فيها عمليه تنفيذ البايلات. قلنا طبعا مكونات الجنايد جي جي بي اس وسيليكا وفايبر جلاس اضافه لمكونات الخرسانه العاديه. لسه بننفذ في الجنايد. طبعا اللي احنا شايفينه ده هو عمليه تنفيذ الجنايد. بعد الجنايد ما ينشف طبعا نبدا ننفذ طبقه بلاستر او محاره او الياسه عشان نبدا ننفذ عليها الوتر بروف او العزل. زي ما شفنا ده كل اللي قدامنا ده جنايد. الجنب اللي بيخلصه بيجهزه. بعد ما نكمل كل حمام السباحه بنستنى لما ينشف، وبعدين نبدا نجهز للبلاستر. ودي المجرى بالشكل ده عشان اسمه وتر فلو. ده بيختلف عن النوع الثاني اللي هو سكامر. اتمنى ان الفيديو يكون عاجبكم ويكون فيه افاده. نسال الله لنا ولكم السداد والتوفيق. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رعايه الله.